السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب الحادي عشر الأدب جيم، معكم الأستاذ بشير نسيم عيد الطباوي. نحن انتهينا من موشح جادك الغيث للسان الدين الخطيب، وقمنا بحل معظم الأسئلة شفويا أثناء شرح الموشح، ولكن اليوم بشكل سريع سأزودكم بالإجابة المطبوعة لهذه الأسئلة مع تدقيق ومراجعة للجملة الخبرية والإنشائية في البلاغة العربية. هذه الأسئلة أسئلة المناقشة والتحليل يا شباب، أسئلة قليلة. يقول السؤال الأول: رسم الشاعر لوحة فنية للطبيعة نبين ملامحها، فإذا هنا يسأل عن ملامح الطبيعة يا شباب، سؤاله عن ملامح الطبيعة. الجواب نقرأ معا: ازدحم الموشح بالصور المتنوعة الملونة التي تمثل الطبيعة الخلابة في الأندلس، وهي أقرب إلى لوحة فنية ناطقة، فقد نزل المطر وكسى الروض ثوبا مشرقا من العشب الأخضر، وقلنا إن الماء هو سبب النمو، والأزهار الجميلة المتفتحة الباسمة، وقد أخذت شقائق النعمان تنطق. هل الشقائق أو النبات ينطق؟ كلا أو لا، نقول في الإجابة عن هل، فإذا هنا استعارة عندما شبه النبات بإنسان ينطق ويتحدث، وتدل على أنها وليدة ماء السماء. وكأن الجمال كسى الأرض ثوبا، ومن الذي يلبس الثوب؟ الإنسان. كأن الأرض بالإنسان الذي يلبس الثوب، وما هذا الثوب؟ المزخرف، المزركش أو المطرز كما شرحنا في المعاني. تباهى به وجعل كلا من الماء والحصى، الحجار صغير، يتناجيان، يتحادثان ويتغازلان، ويخلو كل حبيب بحبيبه، فيغار الورد. هنا شبه الورد بالإنسان الذي يغار، أيضا استعارة مكنية. ويضجر، يسأم، ويفتح الآس أذنيه. هل النبتة لها أذنين؟ شبهها بالإنسان، والآس أيضا هي من النباتات، الآس هو نبات الريحان حسب معاني الدرس. ليسترق السمع ويستمع إلى المناجاة الغرامية في الروض، وكله فطنة وذكاء. الفطنة والذكاء ما العلاقة بينهما يا شباب؟ نعم، الترادف، هذا نسميه الترادف أو المرادف أو نفس المعنى. السؤال الثاني: كيف صور الشاعر علاقته بالزمن الذي كان يقيم فيه بالأندلس؟ قلنا هو أصبح في حالة شوق وحنين عندما خرج من الأندلس، وحزن للخروج منها. الآن كيف كانت هذه العلاقة؟ صوره حلما مر سريعا ونظرة سريعا أخذت خلسة، وقل خلسة قلنا سرقها، اختلس بمعنى استرق شيء أو سرق شيء بسرعة. السؤال الثالث سهل جدا: ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في الموشح؟ وهي موجودة أيضا في جو النص كما قلت قبل قليل: الشوق والحنين والحزن، الحزن على فراقها، وشوق الحنين للوطن. السؤال الرابع يتحدث عن سؤال بلاغي وهو التورية. نوضح التورية في قول ابن الخطيب، وعندما شرحنا التورية قلنا التورية هي كلمة لها معنيان: معنى قريب غير المقصود، ومعنى بعيد هو المقصود، مع وجود قرينة دالة على ذلك، وهذا موجود عندما شرحناه في البيت السادس. فإذن يقول: وروى النعماني عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس. هنا النعمان المعنى القريب هو ملك الحيرة النعمان، وهو غير مراد، والمعنى البعيد شقائق النعمان، وهو المراد، والقرينة الدالة روى أو ماء السماء. والكلمة الثانية التورية في كلمة ماء السماء، المعنى القريب جد النعمان ملك الحيرة وهو غير مراد كما قلنا، والمعنى البعيد المراد وهو المطر، والدليل على ذلك أو القرينة الدالة كلمة النعمان وكلمة روى. السؤال الذي يليه هو أيضا سؤال في البلاغة:
نحدد ضرب الخبر في قول الشاعر، وأخذنا نحن أضرب الخبر، ضرب يعني نوع، الضرب يعني النوع، وأخذنا في البلاغة الضرب أو النوع يعتمد على المؤكد أو عدد المؤكدات. أضرب الخبر ثلاثة أضرب: الابتدائي الذي يخلو من الأدوات، والطلبي الذي يحتوي على مؤكد واحد، والإنكاري الذي يحتوي على أكثر من مؤكد. ننظر إلى البيت: والحياة قد جلل الروضة سنة، فثغور الزهر منه تبسم. لاحظ عندنا قد، وقلنا قد مع الماضي تفيد التحقيق، فإذا وجود قد وأداة واحدة نسميه الطلبي. لاحظ ماذا أجاب: طلبي مؤكد واحد وهو قد، وقد مع الماضي ماذا قلنا؟ تفيد التحقيق. السؤال الذي يليه: نستنتج الخصائص الأسلوبية لموشح لسان الدين بن الخطيب، وهذا أيضا تم عرضه أثناء الشرح. لاحظنا التشخيص عناصر الطبيعة، ما معنى يشخص يشبه بالإنسان أو الشخص؟ توظيف المحسنات البديعية من طباق وجناس، التأثر بالثقافة الدينية الإسلامية، كثرة الصور الجمالية، عذوبة الألفاظ ورقتها، تنوع الأساليب بين الخبر والإنشاء، وهذا ما سأتحدث عنه الآن في الصفحة التالية، الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق أو التكذيب، والجملة الإنشائية التي لا تحتمل ذلك، والجواب الأخير سهولة الأفكار ويسرها. هكذا نكون قد انتهينا من هذا الموشع. الآن مراجعة سريعة لما شرحناه من مفهوم الإنشاء وأنواع الإنشاء. وقلنا الإنشاء نوعان: طلبي وغير طلبي. طبعا الكتاب تحدث عنه بإيجاز، ولكن نحن هنا سأعطي أمثلة توضيحية أخرى. بسم الله نبدأ. لاحظ ماذا يقول بالنسبة لأنواع الخبر: لاستخراج هذه الأساليب الخبرية نبحث عن جميع الأفعال الماضية ما عدا المدح والذم. لماذا؟ لأن المدح والذم إنشاء غير طلبي. جميع أفعال المضارعة لماذا؟ ما عدا الأمر، لأن الأمر إنشاء طلبي، والنهي أيضا إنشاء طلبي. كل الجمل الإسمية نعتبرها جملة خبرية. الآن للتذكير، ما هي هذه المؤكدات التي تحدثت عنها فيما سبق؟ وضعتها بلون غامق، وانظروا معي: إن وأن، ولام التوكيد أو اللام المزحلقة بنسميها مع خبر إن، ولام الابتداء، والقسم، وأخذنا القسم الباء والواو والتاء، وقد وما حللنا قبل قليل، والحروف الزائدة مثل الباء في التعجب أفعل به، ونون التوكيد مع الفعل، إما نون التوكيد الثقيلة نون شد فتحة، ونون التوكيد الخفيفة نون ساكنة. كما شرحت أيضا أنواع الخبر: الابتدائي ما خلا من المؤكدات، والطلبي ما كان مؤكدا بأداة واحدة، والإنكاري ما كان مؤكدا بأكثر من مؤكد. نأتي الآن إلى الدرس. أنواع الإنشاء: الإنشاء الطلبي ما تعريفه؟ هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. كيف نعرف ذلك؟ له صيغ. هذه الصيغ نبدأ بالصيغة الأولى: الأمر. مثاله مثلا: ابن المدارس، فعل أمر. إيه يا شعب بمعنى امضي، اسم فعل أمر هنا. لتنحل الهام أو الرؤوس، هنا المقترن بلام الأمر. النهي وله صيغة واحد وهي كلمة لا: لا تلمني. الاستفهام عندي، أخذت عندي هنا ما وعندي الهمزة، وهذا نسميه أداة الاستفهام. الأداة إما أن تكون حرفا وإما أن تكون اسما، وسنأتي إلى ذلك بالتفصيل ما هي أدوات الاستفهام ولما يستخدم كل واحد منها. التمني عندنا كلمة واحد وهي ليت. النداء عندنا أشهر حرف هو يا. لاحظوا الأمر. الأمر كما قلت هو طلب لحصول الفعل. ما هي الصيغ؟ تحدثت عنها سابقا هنا في السطر السابق. فعل الأمر: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. قم في بداية البيت. المضارع المجزوم بلام الأمر: لتحذر عدوك مرة ولتحذر صديقك ألف مرة. هنا هيو لتحذر اللام. اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم بمعنى إلزموا، هاك الدواء بمعنى خذ الدواء،
عندنا المصدر النائب عن فعل، عندما نقول صبرا بدلا من الفعل اصبر صبرا، عندما نقول سعيا بمعنى اسعى سعيا، عندما أقول مثلا وقوفا بدلا من أقول قف وقوفا، عندما أقول صياما مقبولا بدلا من أقول صم صياما. النهي لاحظ هنا ماذا قلنا؟ الأمر طلب، الأمر هو طلب حصول الفعل. لاحظ هنا في النهي العكس، الكف عن الفعل، وهذا نهي حقيقي، وهذا ما سنأتي إليه في الدروس اللاحقة عند النهي الحقيقي والنهي البلاغي. ما معنى وجه الاستعلاء والإلزام؟ يعني الوجوب أن تقوم بذلك. عندما نقول قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هنا نهي حقيقي. الاستفهام قلنا إنشاء طلبي، وما غرض الاستفهام؟ للعلم بشيء لم يكن معلوما. هذه الأدوات من للشخص العاقل، مثلا من أول من أسلم من الرجال، ما لغير العاقل الجماد، ما الحسام، ومعنى الحسام هو السيف القاطع، ومنه يسمى الاسم المذكر حسام. متى نستخدم الزمان الماضي أو المستقبل؟ متى فتح صلاح الدين بيت المقدس؟ أيانا الزمن المستقبل، لاحظ متى الماضي والمستقبل، أيانا الزمن المستقبل، وتكون في مقام التفخيم والتهويل التعظيم. عندما وردت في القرآن يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، كيف هي للحال، كيف السبيل إلى تحرير فلسطين، أين في أسفل السطر للمكان، أين تقيم، أين يقع قصر هشام بن عبد الملك، كم نسأل بها عن العدد، كم عدد الطلاب، كم عدد الناجحين. ومن الخطأ أن نضع الضمير هو، كم هو عدد، كم عدد، لا ضرورة لوضع الضمير. أي وأن أيضا، ولكنها غير واردة في كتابكم. نأتي إلى التمني الآن، الصيغة الرابعة من الإنشاء الطلبي، طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله لاستحالته، فهذا التمني تمني المستحيل، وله أداة وحيدة هي ليت. لاحظوا بيت الشعر، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، الشباب لا يعود. لاحظ هذه الملاحظة، عندما يستحيل حصول أمر نسميه التمني، وعندما يمكن وقوعه نسميه الترجي، والترجي نستخدم له كلمة لعل وعسى، فإذا يوجد فرق بين التمني والترجي. التمني لا يرجى حصوله واستحالة حصوله، أما الترجي فيمكن وقوعه. ما تعريف النداء؟ وهذا درستموه في الكتاب أيضا، دعوة المتكلم للمخاطب بحرف ينوب عن الفعل المضارع أنادي أو أدعو. عندما أقول يا محمد، كأنني أقصد أن أقول أدعو أو أنادي محمدا، يعني في الأصل المنادى هو منصوب، يعني كأنه مفعول به للفعل أنادي أو أدعو. هنا بحرف ينوب عن الفعل، فدان هنا الأحرف، طبعا حرف النداء يقسم إلى قسمين، نداء للقريب ونداء للبعيد. الذي يستخدم القريب عندنا حرف الهمزة، ريحانة العينين والأنف والحشا، وأي، أي بني أوصيك خيرا. أما البعيد فلها كما تلاحظون عدة حروف، منها يا، وقلنا هي مشتركة للقريب والبعيد، أيا للبعيد، هيا للبعيد، ونطلق عليه حرف نداء وندبة من قصيدة المتنبي، وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسم وحالي عنده سقم. ننتقل الآن إلى إنشاء غير الطلبي، وهذا لا يستدعي مطلوبا. قلنا في الإنشاء الطلبي يستدعي مطلوبا، الإنشاء غير الطلبي لا يستدعي مطلوبا.
وما أشهر صياغه؟ عندنا التعجب، التعجب السماعي والتعجب القياسي، ونعرف التعجب من خلال وجود علامة التعجب، انظروا إليها. ما أعمقه، وزن ما أفعل. لله صبركم، زي لله دركم، تعجب سماعي. عندنا المدح أو الذم، وأخذنا درس المدح والذم في القواعد يا شباب، قلنا للمدح نعمة وحبذا، وللذم بئس ولا حبذا. القسم، والله وبالله وطالله، والرجاء كما شرحت قبل قليل بكلمات لعل، لعل وعسى، لعل الله يوفقني وعسى أن أنجح. معنى التعجب الدهشة والاستغراب، وتحدثنا عن صيغتي التعجب. قلنا القسم هو أسلوب يفيد التوكيد، ولاحظوا هذه الأدوات ذكرتها، الواو والباء والتاء واللام، وكلمة اللام تقترن مع كلمة لعمرك، وبعدها يعرب مبتدأ والخبر محذوف. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لاحظ هنا سندمج القواعد أيضا مع البلاغة. ماذا تقول هذه الفائدة؟ حروف القسم حروف جر لا محل لها من الإعراب، وأنتم درستم ذلك في الصف العاشر. قلنا للمدح نستخدم نعمة وحبذ، وهذا أخذناه في هذه السنة. الذم كما قلت نستخدم بئس ولا حبذا، وأخذتم أيضا في درس المدح والذم وجود الكلمة أو الفعل على وزن فعلة، وقد يستخدم للمدح أو الذم. ومن الأمثل عليها الأفعال ساء وكبر وحسن. المثال مثلا، مثال واحد، ساء ما كانوا يعملون. نأتي للصيغة الأخيرة وهي الرجاء، تمني وقوع الخبر، وتحدثنا عن ذلك. هنا في الرجاء يقع، في التمني لا يقع. ما هي أفعال الرجاء في اللغة العربية؟ عندنا عسى وحرى وخلولق، وأشهرها هو الفعل عسى. المثال عليه قال تعالى عسى الله أن يعفو عنهم. أيضا نربط البلاغة بالقواعد. أفعال الرجاء هي أفعال ماضية ناقصة مبنية على الفتح، تعمل عمل كان. ماذا تعني تعمل عمل كان؟ يعني ترفع اسمها وتنصب خبرها. يجب أن يكون خبر أفعال الرجاء جملة فعلية فعله مضارع مقترن بأن المصدرية، وجوبا في خبر حرى وخلولق، وغالبا في خبر عسى. الآن بعض التدريبات. يقول أستفهم عما يأتي بأداة استفهام. حال الأمة العربية اليوم، مدام تحدث عن حال نستخدم كيف. عندما يقول موسم الحج وإقامة الشعائر، كلمة موسم ترتبط بالزمن، فإذا ماذا أستخدم؟ متى. يجب أن أحفظ الأدوات وماذا وما هي دلالة كل أداة. مكتشف الدورة الدموية هو شخص، فإذا أسأل بمن. عندما أسأل عن عدد المتفوقين في الثانوية العامة، عدد أسأل بها عن كم يا شباب؟ أسأل بها عن كم. تدريب آخر، أبين صيغ الإنشاء الطلبي فيما يلي. سنأخذ مثالين على عجالة. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقرب، لاحظ النهي بلا الناهية، والنهي هو طلبه. قال الكرمي فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا عن سهولك والهضاب. كيف أحيا، الاستفهام بكلمات كيف. قال تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ليت التمني. لاحظ هذه الملاحظة، إذا اجتمعت يا زائد ليت نعتمد التمني لأن يا زائد، فإذا عندما نقول يا ليت، يا ليت نعتبرها على التمني. هنا سؤال أبين صيغ الإنشاء غير الطلبي. نعم الرجل الأمين نعم للمدح، وبئس يا شباب
أذم. نستكفي بهذا القدر، في أمان الله نترككم. كان معكم المعلم بشير نسيم عيد الطباوي.